عبد الوهاب العفيفي المرزوق الملكي البرهاني، يتصل نسبه إلى القطب الكبير سيدي مرزوق الكفاتي أو الكفافي، ولد المترجم بمنية عفيف. منية عفيف وين مصر؟ ولد المترجم وين منية عفيف يا سيدي فياضي؟ ايه وين يا عيال الرفاعي؟ سلام الله قبل يد الشيخ. اي والله هذا الشيخ التاجي الساحلي والعاجي. هلا هلا والله. لا هلا هلا والله، بس احنا بالكتاب واسمح لنا. وانا هديك سبحه، استغفر الله، سبحه زرقاء هذه نفس دشداشتك، وخذها ما شاء الله. حياكم الله، شكرا جزيلا. هلا والله، تفضلوا مولانا. قاعدين نتكلم. هلا سيدي. خلاص ان شاء الله. ولد بمنيه عفيف احدى قرى مصر، وكانت الامراء تاتي لزيارته ويشمئز منهم الله ويفر منهم في بعض الأحيان، وكان لا يأكل إلا ما يأتي إليه من زرعه، من زرعة بلده، من العيش اليابس، العيش اليابس. والدقة، دقة ما هي مولانا؟ الدقة هي الكمون. الدقة شنو يا ولد الأسوان يا الجعفري؟ الدقة، الدقة شنو الأكلة؟ الدقة بهارات تطحنوها كده، مش في دقة المدينة بهارات مشكلة، كمون على السمسم، على السمسم. وكان قطب زمانه، توفي سنة 1133 هجرية، ودفن بجوار سيدي عبد الله المنوفي. منو عبد الله المنوفي؟ هي ميت عفيف ما قلت لك ما بين القليوبية والمنوفية. صح. علي الهواري الشيخ المجذوب، وكان من أرباب الأحوال الصادقين الأولياء المستغرقين، وأهله من الصعيد، وكان يركب الخيول ويروضها ويجول. إيه الهواري، الهوارة والصنباطية والسقة، وكان واحد يقول للوالد وجيد ركوبها، ولذلك سمي الهواري. ثم أقلع عن ذلك وانجذب مرة واحدة، وكان للناس في اعتقاد حسن، وحكي عنه الكشف غير واحد، وحكى عنه الكشف غير واحد، ويدور في الأسواق والناس يتبركون به. مات شهيدا بالرميلة، أصابته رصاصة على يد الرومي سنة 1176. مولانا شنو هني؟ وكان من الأولياء الصادقين المستقرقين، يعني في الذات الإلهية عاشق. أيوة مستغرق في الحب الإلهي. الله